بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آل بيته الطيبين الظاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا عند قوله رضي الله تعالى عنه في الكلام عن أنواع الدلالة الوضعية. دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. كنا عند قوله وجزئه تضمنا وما لزم، أنواع الدلالة اللفظية كم نوع؟ المطابقة و التضمن والالتزام كام؟ ثلاثة. شرحنا في اللقاء الماضي أو في الدرس الماضي دلالة الإيه؟ المطابقة، يعني يسمونها بذلك لمطابقة المعنى للفظه أو لوضعه على ما تقدم في كلام ابن إيه؟ يعقوب، والإضافة في قوله دلالة المطابقة من إضافة المصاحب إلى المصاحب. كلمنا في هذا الإيه؟ الكلام في الدرس الماضي، والآن عند قوله وجزئه تضمنا، أي ودلالة اللفظ على جزء ما وافقه يدعونها دلالة تضمن. إذن فالضمير في وجزئه، الضمير وجزئه يرجع إلى إيه؟ نعم؟ لا، دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة وجزئه، يبقى الضمير يرجع إلى ما وافقه، يبقى راجع لما وافقه، وقوله تضمنا على تقدير مضاف. يعني في الأول قلنا إيه؟ دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها، يعني يسمونها أو يطلقون عليها دلالة الإيه؟ المطابقة. ثم قال وجزئه تضمنا، ولم يقل دلالة تضمن، فماذا فعل؟ الأصل أن يقول إيه؟ ودلالة اللفظ على جزئه، يعني على ما وافقه، هذه إيه؟ مطابقة. وعلى جزء ما وافقه يدعونها دلالة إيه؟ تضمن، ولكنه حذف المضاف اللي هو إيه؟ دلالة، وأقام المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه. يعني بدل ما يقول إيه؟ وجزئه دلالة، حذف هذا المضاف اللي هو منصوب، والمضاف إليه كان إيه؟ مجرورا، ولكن سبب جره أنه مضاف إليه، ولكن الآن أصبح إيه؟ ليس مضافا إليه، وإنما أصبح إيه؟ مضافا. فقام مقام الإيه؟ المضاف، وانتصب انتصابه. يعني لما نشيل المضاف إليه اللي هو حيعمل في جر، لما نحذف المضاف الذي سيعمل في جر المضاف إليه، ينتصب المضاف إليه إيه؟ مكان المضاف. كأنه مثلا حذفنا حرف الجر، يعني مثلا في قوله تعالى ألا إن ثمود كفروا ربهم، لو كان في حرف جر كانت بقت إيه؟ بربهم. فإذا حذف الجار يرجع الأصل اللي هو الإيه؟ النصب. يبقى الأصل أن يقول دلالة إيه؟ تضمن، حذف المضاف
وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه. تقرأ يا شيخ محمد يلا. دلالات اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة ونفيه تضمنه وما لزم. يعني لما يدل اللفظ على تمام المعنى الذي وافقه اسمها دلالة ايه؟ مطابقة. يعني كما يدل لفظ البيت على تمام المعنى. أقول أنا اشتريت بيتا، ليس المعنى أن اشتريت سقفا أو جدارا أو بابا، ده اشتريت بيتي بإيه؟ بتمامه، يعني بالمطبخ والحمام والسلم والسقف والحائط، بيت كامل. فإذا دل اللفظ على تمام المعنى اسمها دلالة المطابقة. لكن لما أقول مثلا إيه هدم بيتي، والمقصود يعني هدم حائط منه أو سقف من البيت، يبقى هذا اسمها إيه؟ دلالة تضمن، لأنها لم تدل على إيه؟ على تمام المعنى، وإنما على جزء منه. فإن أريد البيت بتمامه يسمى إيه؟ كلمة مطابقة يعني تمام، شيء طابقه يعني تم على معناه. أما إن دل على، يعني مثلا دلالة لما واحد يقول إيه فلان إيه يقيم الصلاة، يعني أو يصلي، يعني معناها ماذا يفعل؟ هذا اللفظ يدل على تمام المعنى، اللي هي الأفعال المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وكذا تمام الصلاة. أما إن قصد بأنه يصلي يعني يسجد أو يركع فقط جزء، يبقى هذا إيه؟ دلالة تضمن. فإذا دلت الصلاة على كامل أو تمام المعنى تسمى دلالة مطابقة. إن دلت على جزء من المعنى كالركوع والسجود تسمى دلالة إيه؟ تضمن. أما إن دلت على معنى آخر ليس مطابقة ولا تضمن، إنما هو معنى آخر لازم لها كالطهارة مثلا أو استقبال القبلة أو ستر العورة، فهذه تسمى دلالة التزام. يعني مثلا دلالة الأربعة على الأربعة كلها، لما أقول لك أنا عندي مثلا أربعة أقلام، دلالة الأربعة على تمامها تسمى إيه؟ مطابقة. أما دلالة الأربعة على الواحد ربعها يبقى اسمها دلالة إيه؟ ما دامت أنا عندي أربعة يبقى معناها كده إيه؟ الواحد ده من ضمنها. طيب دلالة الأربعة على الواحد ربعها، وعلى الاثنين نصفها، وعلى الثلاثة ثلاثة أرباعها، يبقى كل ده اسمه دلالة إيه؟ تضمن. إلا إذا دلت الأربعة على الأربعة إيه؟ بتمامها تسمى دلالة إيه؟ مطابقة. فمثلا دلالة لفظ الإنسان إن دل على تمام معناه، يعني حيوان ناطق، فهذه تسمى دلالة المطابقة. أما إن دل لفظ إنسان على جزء المعنى، يعني على الحيوان فقط أو على الناطق فقط، فهذه دلالة إيه؟ تضمن. واضح ولا مش واضح؟ يبقى الدلالات كام؟ ثلاث، تضمنية مطابقية وتضمنية والتزامية، لسه حنروح للالتزامية. يلا يا شيخ محمد. قوله وجزئه تضمنا، أي ودلالة اللفظ على جزء ما وافقه يدعونها دلالة تضمن، فالضمير راجع لما وافقه. وقوله تضمنا على تقدير مضاف، والأصل دلالة تضمن. فهمت هذه على تقدير مضاف محذوف، دل عليه أنه حذف من الإيه؟ الأول قال دلالة المطابقة، وهنا قال تضمنا، يعني حذف كلمة دلالة وخلى إيه؟ تضمن مكانها، فأصبحت منصوبة. والأصل دلالة تضمن، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه. وفي كلامه العطف على معمولين بعاملين مختلفين، لأن قوله جزئه معطوف على قوله ما وافقه المعمول على. أي أبقى هنا في كلامه العطف
على معمولين لعاملين مختلفين. خلاص يبقى عندنا ايه؟ عطف على معمولين، ولكن لكل منهما ايه؟ عامل. يعني هنفسرها كده بس ايه، تريس كده وانتبه. اول حاجة بيقول لك ايه؟ وفي كلامه العطف على معمولين لايه؟ لعاملين مختلفين. يعني احيانا اعطف على معمولين لكن بيكون العامل فيهم ايه؟ واحد، انما هنا العامل مختلف مش واحد، فاسمه ده ايه؟ العطف. وده ايه؟ من مسائل اللغة ايه؟ الدقيقة. العطف على ايه؟ ها؟ معمولين لعاملين مختلفين. طيب عاوزين نعرف فين المعمولين وفين العاملين الايه؟ المختلفين. تعال كده، لان قوله قال ايه؟ وجزئه. مش هو قال وجزئه الواو حرف عطف؟ وجزئه معطوف على ايه؟ على قوله ما وافقه. خلاص كده، يبقى عطف على ما وافقه. ولكن وما وافقه ده المعمول لعلى، دلالة اللفظ على ما وافقه، يبقى وافقه معمول لإيه؟ لعلى. وبعدين إيه؟ تضمنا معطوف على إيه؟ على دلالة اللفظ على ما، يدعونها دلالة المطابقة. وجزئه تقدر كده، يدعونها دلالة تضمن. يبقى هنا تضمنا معطوف على قوله دلالة المطابقة المعمول ليدعون. يبقى ما وافقه معمول لإيه؟ لعلى. ده وتضمنا معمول ليدعون اللي هو الفعل، يدعونها اللي هو العامل. يبقى العامل في تضمنا غير العامل في ايه؟ في ما وافقه. فعطف على ايه؟ على معمولين اللي هم ايه؟ وافقه وهي تاني وتضمنا. وكل من المعمولين له عامل يختلف عن الاخر. فهل يجوز هذا في اللغة العربية انه يعطف على معمولين لعاملين مختلفين؟ فاكرين البيت اللي قلناه لما واحد كان يقول لمحبوبته، يقول له أكل امرئ تحسبين امرأ؟ انت اي واحد تفكره راجل؟ أكل امرئ تحسبين امرأ؟ شوف كده، شوف الكلام. أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا؟ فين هنا؟ شفت تشتت الكلام. طب نار دي معطوفة على ايه؟ وبعدين توقد بالليل نارا، يبقى هنا ايه؟ عطف على معمولين لعاملين مختلفين. يعني اكل امرئ وكل نار. يبقى نار دي المجرورة معطوفة على مين؟ على امرئ. المعمول لمين؟ لكل. ما هي كل اللي عمل فيه الايه؟ الجر. وبعدين راح قال ايه؟ ونار توقد بالليل نارا، يبقى معطوفه على امرأة اللي هي معمول لتحسبين. فعندك امرئ وعندك امرأة، بس امرئ دي معموله لمين؟ ها؟ لكل. وامرأة ليه؟ لتحسبين. اكل امرئ تحسبين امرأة؟ لو واحد مثلا ما يفهمش يروح ايه؟ يروح يقول ونارا. لا، ما ينفعش. ونار يبقى معطوفة على امرئ. توقد بالليل نارا يعني تحسبينها نارا زي ما تحسبين كل امرئ امرأة. فهنا اسم العطف على ايه؟ على معمولين لعاملين مختلفين. وجبنا مثال مذكور في اول سورة الايه؟ الجاثية، فاكرينه؟ ها؟ أول حاجة إن في السماوات والأرض لآيات، مش كده؟ للمؤمنين. وبعدين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات. وبعدين
اختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح ايات لقوم ده قراءه رؤيه حفص انما القراءه الثانيه ايات نعم هنا ايه يبقى عطفها على ايه على معمولين لعاملين انه العامل الاول فيه الايه ان في الايات واقع فيه خبر ان والثاني ايات ما فيش ايه تقدير ان ورجع له العطف في المره الثالثه على ايه على معمولين لعاملين ايه مختلفين ولذلك قرا كده ايه ايات لاخر واحده ايات لقوم ايه يعقلون اللي بعد تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق فباي حديث بعد الله واياته طبعا اللي هيقرا ايات هيقول تؤمنون يلا وفي كلامه العطف على مأمولين يبقى يجوز العطف على معمولين لعاملين مختلفين انما المشهور ان احنا بنعطف على ايه تكون المعمولات كلها لايه لعامل واحد عشان يمشي العطف انما مشينا على ايه على معمولين لعاملين مختلفين يلا وفي كلامه اللي مش فاهم حاجة يسأل عنها فاهم خلاص عدي وفي كلامه العطف على معمولين لعاملين مختلفين لأن قوله جزئه معطوف على قوله ما وافقه المعمول لعلى أيوة وقوله تضمنا معطوف على قوله دلالة المطابقة يعني عطف على الاثنين وكل واحد ليه عامل غير الآخر مش كده؟ دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة فراح عاطف ايه قال وجزئه تضمنا فعطف على ايه معمولين لعاملين ايه مختلفين يلا وهو جائز عند الأخفش والكسائي ومن وافقه اللي هو العطف على معمولين لعاملين مختلفين جائز عند الأخفش يلا وهو جائز عند الأخفش والكسائي ومن وافقهما وإن كان ممنوعا عند الجمهور والإضافة في قولهم دلالة التضمن من إضافة المسبب إلى السبب يبقى اللي هو العطف على معمولين لعاملين جائز عند الأخفش والكسائي وذلك دي القراءة دي قراءة الكسائي اللي قلنا عليها ومن وافقهما وإن كان ممنوعا عند الجمهور اللي هو إيه أن نعطف على معمولين لازم يكون العامل واحد ما يكونش إيه معمولين مختلفين والإضافة في قولهم دلالة التضمن من إضافة المسبب إلى السبب والإضافة في قولهم إيه فين دلالة التضمن في قولهم دلالة التضمن يعني إضافة دلالة إلى التضمن من إضافة المسبب إلى السبب يعني هذا مسبب وهذا إيه سبب فأضاف المسبب إلى إيه إلى سببه ما هو السبب بينتج عنه إيه في سبب وفي إيه مسبب يعني هذا سبب وهذا مسبب فأضاف المسبب إلى إيه؟ إلى السبب اللي هو إيه المسبب يعني السبب هو التضمن والمسبب هو إيه؟ هو الدلالة فهمتوا؟ فهم؟ وسميت بذلك لتضمن المعنى لجزئه لأن القاعدة أن الكل يتضمن الجزء وسميت بذلك لتضمن المعنى لجزئه لأن المعنى يعتبر كل والكل يندرج فيه إيه جزءه طالما هو كل يبقى إذن تضمن الجزء أو لا ردوا الجزء يتضمن الكل ولا الكل اللي هو يتضمن ضمت هو كل يبقى إذن فهو متضمن أجزاء إن هو إيه كل إنما لو كان العكس ما ينفعش الجزء لا يتضمن الكل وإلا لكان الكل إيه الجزء كلا لما أقول لك هذا كل يعني معناها إيه في ضمنه إيه أجزائه يلا وسميت بذلك لتضمن المعنى لجزئه لأن القاعدة أن الكل يتضمن الجزء
وقد استشكل بعضهم ذلك بأن فهم المركب بفهم أجزائه، فكيف يتأتى الانتقال من المركب إلى جزئه؟ وصوره الشيخ الملوي يعني عاوز يقول لك في إشكال هنا في دلالة التضمن، بأنه طبعا طالما تضمن يبقى ايه ده في تركب مش كده، فهم ايه الجزء في ضمن الايه في ضمن الكل. استشكل بعضهم ذلك بان فهم المركب بفهم اجزائه، يعني معناه لا يفهم المركب الا بفهم الايه الاجزاء، فكيف يتأتى الانتقال من المركب إلى جزئه؟ يعني عاوز أقول لك هو أصلا لم يفهم إلا بفهم أجزائه، فكيف ننتقل منه إلى إيه؟ إلى فهم جزئه؟ واضح الإشكال الاستشكال ده؟ وقد استشكل بعضهم ذلك بأن فهم المركب بفهم أجزائه، فكيف يتأتى الانتقال من المركب إلى جزئه؟ وصوره الشيخ الملوي بما إذا رأيت شبها من بعد وشككت فيه هل هو حيوان أو لا، فقيل لك هو إنسان ففهمت أنه حيوان ولم تلتفت إلى قوله ناطقا، وإن كان يقع في الذهن أولا المعنى بتمامه. يعني هو عاوز يقول لك تصوير، يعني لإزالة هذا الإشكال صوره الشيخ الملوي بما إذا رأيت شبحا من بعد، شبح وأنت شككت فيه هل هو حيوان أو لا، احنا خلاص مش في ذهنك موضوع ايه إنسان خالص، انت بس شك الشبح اللي جاي ده حيوان أو لا. طبعا إذا كان إنسانا يبقى معناه ايه تضمن هذا أنه لأنه إنسان ده جزء ايه المعنى، لأنه كلمة حيوان تشمل ايه إنسان وغير إنسان، فهو أنت شككت فيه هل هو حيوان أو لا، فقيل لك هو إنسان، فأول ما يقال لك هو إنسان فهمت أنه إيه حيوان، ولم تلتفت إلى كونه إيه ناطقا، كل اللي التفت إليه إلى إيه إلى أنه حيوان، لكن لم تلتفت إلى كونه إيه ناطقا. وإن كان يقع في الذهن أولا المعنى بتمامه، يعني أول ما تسمع كلمة إنسان حيأتي المعنى كاملا، مش حيأتي جزء المعنى، أول ما تسمع إنسان حتفهم إيه على طول مباشرة حيوان إيه ناطق، يعني مش هيجي عندك حيوان وبعدين هيجي المعنى إيه بتمامه. قال فهذا مثال يظهر فيه الانتقال من معنى اللفظ إلى جزئه، لأنه أول ما قيل لك أنه إنسان فهمت أنه حيوان، يبقى إيه اللي حصل؟ انتقلت من المعنى إلى جزئه دون أن تلتفت إلى الإيه؟ إلى التركيب، وإلا لأدركت المعنى بإيه؟ بتمامه. يلا يا شيخ. قال فهذا مثال يظهر فيه الانتقال من معنى اللفظ إلى جزئه، إذ لا مانع من أن يفهم المعنى إجمالا ثم ينتقل الذهن إلى جزئه. وكمان ما فيش مانع أنه يفهم المعنى إجمالا، إجمالا يعني من غير إيه؟ من غير تفصيل. وبحث فيه من وجهين، الأول أنه يستلزم تقدم الكل على الجزء ذهنا. يعني هيقول لك هنا هيحصل إشكال آخر، ما دامت كذا هننتقل منه من المعنى اللي هو بتمامه إلى إيه؟ إلى جزئه اللي هو جزء المعنى مش تمام المعنى، هيلزم من هذا ما الذي يلزم من انتقال الذهن إلى جزء المعنى لما نفهم المعنى كذا إجمالا ثم ينتقل الذهن إلى جزئه؟ يبقى هنا في بحث من وجهين، هيستلزم تقدم الكل على الجزء مش كده، مع انه ايهما المتقدم على الاخر؟ الجزء ده اسمه تقدم، هذا اسمه تقدم بالطبع، وخمسة انواع التقدم يا فتى اقر بها بيت من الشعر واعترف، تقدم طبع والزمان وعلة ورتبة أيضا والتقدم بالشرف. يبقى الجزء لأنه لا يمكن يكون الكل كلا إلا بأجزائه،
يبقى المقدم اللي هو ايه؟ الجزء مقدم على الايه؟ على الكل. ده الاشكال الاول. وبحث فيه من ايه؟ من وجهين، انه يستلزم تقدم الكل على الجزء مع اتفاقهم على تقدم الايه؟ الجزء على الكل في الوجودين. ايه معنى في الوجودين؟ يعني في عندك وجود واحد ولا وجودين؟ قال لك لا، في وجود في الذهن وفي وجود فين؟ في الخارج. فيلزم، شوف كده، تقدم الكل على الجزء ذهنا مع اتفاقهم على تقدم الجزء على الكل في الوجودين، يعني الوجود الذهني والوجود الخارجي. يعني في الذهن ايضا مقدم الايه؟ الجزء على الكل، وفي الخارج ايضا مقدم الايه؟ يعني مقدم في الوجودين. والثاني انه يستلزم ان يفهم الجزء مرتين، مره في ضمن الكل واخرى منفردا. يعني عاوز اقول لك حيلزم اشكال ثاني. الاشكال الاول انه قلناه اللي هو تقدم الجزء على الكل في الوجودين، وبعدين الثاني انه يستلزم ان يفهم الجزء مرتين، يعني مره في ضمن الكل، انه طالما فهمنا الكل يبقى معنى كده فهمنا الجزء. واخرى منفردا، يعني ايه منفردا؟ يعني مستقلا من غير الايه؟ من غير الفهم الضمني. والوجدان يكذبه، يعني انت تجد في نفسك تكذب هذا، تقول انا ما بفهمهوش مرتين، الفهم ايه؟ مرة واحدة وليست مرتين. الوجدان يعني الضرورة الوجدانية تكذب ذلك، ما فيش انتقال مرتين. والثاني أنه يستلزم أن يفهم الجزء مرتين، مرة في ضمن الكل وأخرى منفردا، والوجدان يكذبه. ولذلك قال بعضهم الأحسن ما ذهب إليه بعض المحققين من أن دلالة التضمن فهم الجزء في ضمن الكل، أهدى أحسن حاجة، أحسن حاجة. ولذلك قال بعضهم الأحسن ما ذهب إليه بعض المحققين من أن دلالة التضمن فهم الجزء. يعني إيه هي دلالة التضمن؟ هي فهم الجزء في ضمن الكل. ولا شك أنه إذا فهم المعنى فهمت أجزاؤه معه، فليس هناك إلا فهم واحد. ولكن دل حل الإشكال، يسمى بالقياس إلى المعنى بتمامه، من هذه الحيثية يسمى دلالة مطابقة، وبالقياس إلى جزئه دلالة تضمن. وليس هناك انتقال من المعنى إلى جزئه بخلاف دلالة الالتزام. ده موضوع ثاني. يبقى أحسن حل للإشكال هو إيه؟ ها؟ إنه دلالة التضمن معناها إيه؟ فهم الجزء في ضمن الكل، في ضمن الكل. ولا شك، يعني لا شك عاقل، أنه إذا فهم المعنى فهمت أجزاؤه معه. يبقى إذن ما فيش انتقال من الكل إلى الجزء ثم انتقال مرتين كما قيل، ده هو فهم واحد. ولكن باعتبارات، إذا أخذ إلى المعنى بتمامه سميت دلالة المطابقة، أما بالقياس إلى جزئه تسمى دلالة تضمن. يعني عاوز أقول لك هو الفهم واحد ولكن يختلف باعتبار القياس. فليس هناك إلا فهم واحد يسمى بالقياس إلى المعنى بتمامه دلالة مطابقة، وبالقياس إلى جزئه دلالة تضمن. وليس هناك انتقال من المعنى إلى جزئه بخلاف دلالة الالتزام، فإنه لا بد فيها من الانتقال من المعنى إلى لازمه. يعني في دلالة الالتزام، وهو لازم يكون هناك شيء ملزوم وفي لازم، فلا يمكن إلا لا نفهم الدلالة الالتزامية إلا بالانتقال من الملزوم إلى اللازم، ده لابد فيها انتقال، بخلاف دلالة التضمن ليس فيها إيه؟ انتقال، وإنما هو فهم الجزء في ضمن الكل. بخلاف دلالة الالتزام فإنه لابد فيها من الانتقال من المعنى إلى لازمه، ضرورة أن اللازم لا دخل له في الوضع أصلاً.
وأجيب عن الوجه الأول بما قاله عبد الحكيم. عارفين عبد الحكيم السيالكوتي من أن اتفاقهم على تقدم الجزء في الوجود الذهني إنما هو من حيث فهم الجزء في ذاته. يعني احنا قلنا هم متفقين على ايه؟ على فهم الايه؟ متفقين على ايه؟ على انه الجزء مقدم على الكل في الوجودين، يعني في الذهن وفين؟ وفي الخارج، مفهوم كده؟ فسيدنا الشيخ عبد الحكيم، بس مش الشيخ عبد الحكيم بتاعنا، الشيخ عبد الحكيم السهلكوتي بيقول ايه؟ بيقول فهم الجزء، تقدم اتفاقهم على تقدم الجزء في الوجود الذهني إنما هو من حيث فهم الجزء في ذاته، يعني ليس في ضمن الكل. يعني متى يتفق أو يكون اتفاقهم على أن الجزء مقدم على إيه؟ على الكل. هذا إذا فهم الجزء في ذاته ليس في ضمن الإيه؟ في ضمن الكل، وإلا لكان الكل مقدما عليه. فتحل الإشكاله، يبقى هذا الاتفاق مبني على فهم الجزء في إيه؟ في ذاته. إيه معنى في ذاته؟ يعني ليس في ضمن الإيه؟ الكل. اقرأ. وأجيب عن الوجه الأول بما قاله عبد الحكيم من أن اتفاقهم على تقدم الجزء في الوجود الذهني إنما هو من حيث فهم الجزء في ذاته. بس احنا ما تقولش انت عبد الحكيم، يقول لك يعني شيخنا واستاذ، لانه هو دول مشايخ كبار مع بعض. الشيخ الباجوري يقول عليه عبد الحكيم كذا استاذ، انما انت تروح فين انت ولا انا؟ هو مع بعض في حكم الزملاء. أجيب عن الوجه الأول بما قاله الشيخ عبد الحكيم من أن اتفاقهم على تقدم الجزء في الوجود الذهني إنما هو من حيث فهم الجزء في ذاته، وهو لا ينافي تقدم الكل عليه من حيث فهمه من اللفظ. يعني يبقى إذن الجزء مقدم على الكل والكل مقدم، لكن إيه؟ مفيش منافاة، لأن هذا باعتبار وهذا باعتبار آخر. فإذا نظر إلى الجزء في ذاته هو مقدم على الايه؟ على الكل. اما اذا نظر اليه في ضمن الكل فالكل مقدم عليه. واضح ولا مش واضح؟ لما تردوا وكلم ايه؟ ما لكم لا تنطقون. وقال كان فيش فراغ عليهم ضربا باليمين. يلا. وهو لا ينافي تقدم الكل عليه من حيث فهمه من اللفظ، فيكون فهم الجزء من اللفظ متأخرا عن فهم الكل منه، وإن كان الجزء في ذاته متقدما على الكل. اتحل دلوقتي، يعني إذن فهم الجزء من اللفظ متأخر عن فهم الكل، وإن كان الجزء في ذاته متقدما على الكل، لأن الكل لا يكون كلا إلا بأجزائه. وعن الوجه الثاني، مش احنا قلنا فيه ايه؟ وبحث فيه من وجهين. الوجه الاول هو ايه؟ طيب والوجه الثاني اللي هو ايه؟ ان الوجدان يكذبه، مش كده؟ وعن الوجه الثاني بمنع تكذيب الوجدان. ايه معنى يعني؟ يقول لك الوجدان انك احنا حنمنع هذا التكذيب. يقول لك الوجدان يكذبه، هنعمل ايه؟ هنعمل مصادرة على الوجدان، نمنع هذا التكذيب. وعن الوجه الثاني بمنع تكذيب الوجدان فهم الجزء مرتين كما قاله بعض المحققين فليتأمل. فهمت انت من العبارة الأخيرة دي؟ ما لكم لا تنطقون، ده منطق ده، فلازم تنطق في المنطق، فإن سكت في المنطق فلست بذي منطق. مين يجاوب على الوجه الثاني؟ ولا نختم الدرس وخلاص على كده ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قوم نصلي عليكم صلاة الجنازة.
ايه اللي حصل؟ وكنتوا شغالين زي النحل بتتكلموا في تمرد وفي مش عارف في ايه الوقت، ايه اللي حصل؟ ها قول، ربنا يفتح عليك. ها كما قالوا سابقا فليس هناك الا فهم واحد. لا ده هو دلوقتي بيقول لك الاول بيقول لك ايه الوجدان يكذبه اللي هو ايه انه حيفها مرتين. لا احنا هيقول لا مش هيكذب، ده بقت فهم، ده بيقول لك منع التكذيب. مش الاول الوجدان يكذب انه ايه يفهم مرتين، يعني عاوز يقول لك تفهم مره واحده، راح منع هذا التكذيب، يبقى معناه ايه؟ يبقى اذا الجزء يفهم مرتين مش كده؟ مره في ذاته ومره ضمن الايه؟ الكل، ونمنع تكذيب الوجدان. يعني كده لما يتفهم مرتين ايه اللي حصل؟ هل قامت الساعة؟ حصل ايه؟ ها؟ هل تغير النظام؟ لا كمل. قوله وما لازم، ناخذ بس وما لازم عشان نخلص. دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. هي الآخر حاجة دلالة الالتزام عشان نقف عنده. يلا قوله وما لزم إلى آخره أي ودلالة اللفظ على ما لزم فهو دلالة الالتزام، فهو معطوف على ما قبله والفاء زائدة، وهذا أولى مما أشار له الشيخ. فن الفاء وما لزم فهو الفاء زائدة اللي هي فهو دي، يعني وما لزم هو التزام من غير الفاء، والفاء ايه زائدة. والفاء زائدة وهذا أولى مما أشار له الشيخ الملوي من أن الفاء واقعة في جواب أما المحذوفة. يعني ده عاوز اللفة طويلة، يعني عاوز كأنه عاوز يقول لك وما وأما بدل وجزئه تضمنا وما لازم فهو. قال لك جت منين الفاء دي؟ ايه اللي جابها؟ قال لك أصله في ايه؟ أما محذوفة، يعني وأما ما لازم فهو التزام. طب وعشان احنا نجيب نقدر أما ونحط ما نقول الفاء زائدة أسهل. ليه؟ لأنه بيقول لك ايه هذا اولى مما اشار، يعني انه الفاء ايه انه الفاء زائده. هذا اولى مما اشار له الشيخ الملوي الفاء واقعه في جواب اما المحذوفه والتقدير واما ما لزم فهو، على ان المعنى واما دلاله اللفظ على ما لزم الى اخره. ينفع اللي قاله الشيخ الملوي؟ قال لك لا. ليه؟ لانه يصير الكلام عليه مستأنفا غير متعلق بما قبله، فيفوت حسن سبك التقسيم. هو بيقسمها إلى ثلاثة، فلما يقول اثنين يروح يقول أما، يبقى ده معناها إيه؟ استئناف كلام، الكلام حيبقى إيه؟ كلام مستأنف، حيبقى مش معطوف على اللي قبله، مع إنه هو إيه؟ معطوف. يبقى كده حيفوت إيه؟ حسن سبك التقسيم. ما دام بتقسم كيف تستأنف قبل ان تتم القسمة؟ لسه احنا ما خلصناش تروح تقولوا اما، يبقى حيفوت ايه؟ حسن سبك التقسيم. مفهومة ذي؟ وما واقعة على شيء. فين وما؟ وما لزم، ما واقعة على شيء، لا على لا على لازم. ايه معنى وما واقعة على شيء؟ يعني ايه؟ عشان قلنا هنا تبقى نكرة، ما نكرة مش ليست هنا موصولة، بمعنى ايه؟ بمعنى شيء، نكرة موصوفة. واقع على شيء. يلا يا شيخ. وما واقعة على شيء لا على لازم، يعني كأنه ايه؟ وشيء لزم فهو التزام ان بعقل التزم. وما واقعة على شيء لا على لازم، وإلا لضاع قوله لزم.
والإضافة في قولهم دلالة الالتزام من إضافة المسبب للسبب. يعني لو كانت واقعة على لازم حيبقى إيه؟ ها؟ حيضيع قوله لزم. والإضافة في قولهم دلالة الالتزام من باب من إضافة إيه؟ ها؟ المسبب لإيه؟ للسبب، يعني لأن هي إيه؟ مسببة، والالتزام هو إيه؟ هو السبب. وذكر الضمير في قوله فهو التزام رعاية للخبر. وذكر الضمير، فين الضمير؟ اللي هو يعني مثلا قال وما لزم، لم يقل التزام، راح قال فهو رعاية للخبر. طب وفين المبتدأ؟ أين المبتدأ؟ احنا قلنا هي النكرة الموصوفة، وصوغ الابتداء بها لأنها موصوفة، يبقى إذن الخبر فهو التزام أو هو التزام، يعني والذي لزم هو التزام، مفهوم؟ ده. قوله إن بعقل تزم، أشار بهذا إلى أنه يشترط في دلالة الالتزام أن يكون ذلك اللازم لازما ذهنيا، وهو المسمى باللازم البين بالمعنى الأخص. يعني عندك احنا اشترط هنا انه في دلالة الالتزام ان يكون ذلك اللازم لازما ذهنيا. خد بالك لانه ممكن يكون اللازم في الخارج دون الذهن، يعني في حاجة تكون لازمة في الخارج لكنها ليست بلازمة فين؟ في الذهن. فهذا لا يسمى في المنطق دلالة التزام، اللي هو ايه؟ ها؟ اللي هو اللازم في الخارج، انما في المنطق اشترطوا ان يكون اللازم لازما ذهنيا، يعني في الذهن، وليس بلازم ايه؟ وليس بشرط ان يكون لازما فين؟ في الخارج، المهم يكون لازم فين؟ فإن كان فيهما معا زيادة الايه الخير خير، المهم يكون ايه لابد ان يكون ايه في الذهن سواء كان في الخارج او ما كانش. يعني مثلا في الخارج يلزم اول ما تقول ايه رأيت غرابا او فبعث الله غرابا، يبقى يلزم السواد اول ما غراب، يبقى ايه السواد لازم للغراب، لازم فين ده؟ لازم له في الخارج لكن ليس بلازم في الذهن، عشان لا يكون اخضر او احمر ملوش يعني ليس بلازم، يكون الالتزام عقلي وليس ايه. يبقى اذا اللزوم اللي بيتكلموا عنه في المنطق اللي هو اللزوم فين؟ ولذلك في العقل في الذهن مش في الخارج، ما تلخبطش، ان يكون لازما ايه ذهنيا. يقول لك فهو التزام ان بعقل، يعني هو بيدور على ايه اللزوم الذهني، اللزوم فين؟ في العقل وليس اللزوم في الخارج. يبقى إذن اللازم في الخارج دون الذهن لا يسمى في المنطق دلالة التزام، إنما حيسمى في علم الأصول أو في علم البيان في البلاغة يسمى التزام، لكن في المنطق لا يعترفون إلا باللازم باللزوم العقلي الذهني، ولا مش داخل إيه؟ يعني مثلا دلالة لفظ الغراب على السواد ده فين ده؟ ما لهمش دخل المناطق كده، المهم عاوزين التزام ايه عقلي، ايه التزام عقلي زي الايه الفردية لازمة للثلاثة في الذهن، لزوم ذهني، يعني لا يمكن يتصور الذهن او العقل انها ثلاثة ولا تكون فردا او اربعة ولا هذا اسمه ايه اللزوم الايه الذهني او اللزوم العقلي، لكن قسموه الى ايه الى كذا قسم عشان نعرف دلوقتي. يلا شو أشار بهذا إلى أنه يشترط في دلالة الالتزام أن يكون ذلك اللازم لازما ذهنيا، وهو المسمى باللازم البين بالمعنى الأخص في اصطلاح بعض المناطق. يبقى إيه هو اللازم اللي هو كده اسمه كده؟ أشار بهذا إلى أنه يشترط في دلالة الالتزام أن يكون ذلك اللازم لازما ذهنيا، خد بالك كده، وهو المسمى باللازم البين بالمعنى الأخص. يبقى عندك كام لازم؟ عندك لازم بين ولازم غير بين،
واللازم البين ينقسم إلى إيه؟ إلى قسمين. يبقى الأقسام كام؟ ثلاثة. لازم بين وفيه قسمان، بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم، وبعدين غير بين. يبقى كام قسم دولة؟ افهمهم دينا، دي مهمة جدا، حساعدك في الفقه والأصول إلى غير ذلك. يبقى في لازم بين بالمعنى الإيه؟ الأخص، وفي لازم بين بالمعنى الإيه؟ إيه الضابط؟ يلزم اللي هو إيه؟ اللازم قلنا ينقسم إلى بين وإلى إيه؟ غير بين. والأول قسمان، اللي هو البين، لازم بين بالمعنى الأخص ولازم بين بالمعنى الإيه؟ بالمعنى الأعم. يبقى إذن البين بالمعنى الأخص، إيه الضابط؟ إيه الميزان؟ إيه المعيار الذي نعرفه به؟ ضابطه أن يلزم من تصور الملزوم تصور لازمه، سواء كان في الذهن والخارج معا. أحيانا بيبقى اللزوم ده في الاثنين، في الذهن والخارج معا، كلزوم الزوجية للأربعة يلزم ذلك ذهنا وخارجا، أو في الذهن فقط كالبصر بالنسبة للعمى، فإنه يلزم من تصور العمى تصور البصر ذهنا فقط. لكن في الخارج بنلقى العمى وحده والبصر وحده، إنما في الذهن لازم إيه؟ يتصور من الإيه؟ العمى البصر، ومن البصر الإيه؟ العمى. وحيفهم إيه معنى أعمى إذا ما كانش يفهم إيه؟ البصير. اسمه ده لازم في الذهن فقط، وأحيانا يكون فيهما معا زي الزوجية والأربعة والفردية والثلاثة. خلاص كده؟ يبقى إذن ضابطه أن يلزم من تصور الملزوم تصور لازمه، سواء كان في الذهن والخارج معا زي الزوجية الأربعة والفردية للثلاثة، أو في الذهن فقط كالبصر بالنسبة للعمى، فإنه يلزم من تصور العمى تصور البصر ذهنا فقط. وبعدين إيه عندك الإيه اللازم غير الإيه ها؟ غير البين. احنا قلنا في بين وفي إيه وفي غير بين. غير البين ده ضابطه أنه لا يتصور من فهم الملزوم فهم لازمه. خلاص كده؟ ما يتصورش من فهم الملزوم فهم اللازم، إلا إذا جزمت باللازم والملزوم بينهما يتوقف على الدليل. يعني مثلا لما يلزم من الإيه؟ لما تفهم كلمة الحدوث وكلمة العالم ثم تفهم معنى الحدوث ومعنى العالم، هنا إيه يلزم من إيه العالم حدوثه، مش كده؟ يبقى في لازم قلنا كم حاجة؟ ثلاثة. لازم بين وغير بين، والبين فيه إيه؟ فيه قسمان. يلا يا شباب. وخرج بهذا الشرط اللازم غير البين، وضابطه ألا يلزم من فهم الملزوم واللازم الجزم باللزوم بينهما. يبقى وهو المسمى باللازم البين بالمعنى الأخص في اصطلاح بعض المناطق، وضابطه أن يلزم من تصور الملزوم تصور لازمه، سواء كان في الذهن والخارج معا كالزوجية بالنسبة للأربعة المتصورة بمفهومها المخصوص وهو عدد ذو زوجين، أو في الذهن فقط كالبصر بالنسبة للعمى، فإنه يلزم من تصور العمى تصور البصر، فهو لازم في الذهن وليس لازما فين؟ في الخارج، بل هو مناف، يعني في الخارج مناف له. وخرج بهذا الشرط اللي هو إيه؟ فين الشرط؟ فهو التزام إن بعقل، مش ده الشرط؟ وخرج بهذا الشرط اللازم غير البين، ما ضابطه؟ وخرج بهذا الشرط اللازم غير البين، وضابطه ألا يلزم من فهم الملزوم واللازم الجزم باللزوم بينهما، بل يتوقف على الدليل. يبقى غير البين سهل، يعني معناها لا يتصور من فهم الملزوم فهم اللازم إلا بالدليل، ولذلك سمي غير بين لأنه يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. أما اللازم البين إما أن يكون بالمعنى الأخص وإما أن يكون بالمعنى الإيه؟ بالمعنى الأعم. يلا شخص.
وضابطه ألا يلزم من فهم الملزوم واللازم الجزم باللزوم بينهما، بل يتوقف على الدليل كالحدوث اللازم للعالم. يعني لما نفهم معنى العالم ونفهم معنى الحدوث نجزم باللزوم بينهما. الجزم قلنا واحد لازم بين، خلاص كده، وهو ما لا يحتاج في إثبات لزومه لغيره إلى دليل، زي اسمه ده بين، بين بالمعنى الايه ده، ها، بالمعنى الأخص، مش عاوز دليل، ده اللي هو ما يكفي فيه تصور الملزوم فقط. يعني إذا تصورت الملزوم فقط فإن العقل بمجرد تصور الملزوم يتصور لازمه، كما إذا تصورت معنى الثلاثة فإن العقل يجزم بأنها فرد. تصور الملزوم فقط يكفي لتصور إيه؟ لازمه. أما البين بالمعنى الأعم فلا بد من تصور كل منهما للجزم باللزوم بينهما، كمغايرة الفرس للإنسان، لا بد من تصور الفرس ولا بد من تصور الإنسان، ثم بعد ذلك يأتي يلزم من الإنسان أنه غير الفرس، ومن الفرس أن يلزم المغايرة بينهما. أما غير البين فيحتاج إلى دليل كلزوم الحدوث للعالم. فهمتم كده الثلاثة؟ يبقى إيه الفرق بين اللازم البين بالمعنى الأخص واللازم البين بالمعنى الأعم؟ اللازم البين بالمعنى الأخص يكفي فيه تصور الملزوم فقط، أما البين بالمعنى الأعم لا بد من تصور اللازم وملزومه. أما البين غير البين فهذا يحتاج إلى دليل، يعني حتى لو تصورتم الاثنين مش هتتصور ليه اللزوم بينهما إلا بالدليل، كتصور العالم وتصور ليه الحدوث. هذا يسمى اللازم البين بالمعنى ليه ده، اللازم غير البين، غير البين المعنى الأعم عاوزين نتصور الاثنين، والمعنى الأخص نتصور ايه الملزوم فقط. اما اذا احتاج الى دليل فهو لازم غير ايه غير بين. يلا يا اخي. وخرج بهذا الشرط اللازم غير البين، وضابطه الا يلزم من فهم الملزوم واللازم الجزم باللزوم بينهما، بل يتوقف على الدليل كالحدوث اللازم للعالم. يعني احنا تصورنا معنى العالم وتصورنا معنى الحدوث، لكن هل يلزم من العالم الحدوث؟ ما يلزمش إلا إذا جئنا بالدليل على ذلك. وكذلك اللازم البين بالمعنى العام وضابطه يعني وضابط اللازم البين بالمعنى الأعم وضابطه أن يلزم من فهم الملزوم واللازم الجزم باللزوم بينهما، سواء كان يلزم من تصور الملزوم تصور اللازم كالزوجية بالنسبة للأربعة، أو لم يلزم كمغايرة الإنسان للفرس مثلا، فإنه لا يلزم من تصور الإنسان تصور المغايرة. يبقى في البين بالمعنى الأخص يلزم من تصور الملزوم تصور لازمه، إنما بالمعنى الأعم لا يلزم. فإذا مثلا لا يلزم من تصور الإنسان تصور المغايرة بينه وبين الأسد أو بين الفرس. فإنه لا يلزم من تصور الإنسان تصور المغايرة المذكورة، لكن إذا فهم الإنسان وفهمت المغايرة المذكورة جزم باللزوم بينهما، فتحصل أن اللازم ينقسم إلى بين. يعني ده المحصل، ده إيه نهاية الكلام. فتحصل يعني الفائدة أو الحصيلة اللي هنخرج بها أن اللازم ينقسم إلى قسمين، إلى ثلاثة، هم إلى بين وغير بين، والبين ينقسم إلى قسمين فتكون الأقسام ثلاثة. فتحصل أن اللازم ينقسم إلى بين وغير بين، والأول ينقسم إلى لازم بين بالمعنى الأخص. الأول اللي هو البين، اللي هو غير بين ما فيهوش أقسام، غير بين وخلاص. والأول ينقسم إلى لازم بين بالمعنى الأخص وإلى لازم بين بالمعنى الأعم. ووجه تسميتهما بذلك أن الأول فرد من الثاني فهو أخص منه. الأول اللي هو إيه؟
أخص فرد من الثاني اللي هو من الأعم، لأنه الأعم حيشمل الأخص، مش كده؟ يعني لما يكون في لفظ عام وفي لفظ خاص يندرج الايه الخاص في العام ولا العام في الخاص؟ الخاص في العام. فمثلا لما تيجي مثلا زي الآية بتاعت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، طبعا بعض الناس يقول لك ما قالش خاتم المرسلين، ده خد ختمة النبوة. قل له النبوة أعم، فيندرج فيها الايه الأخص، فختم النبوة يختم الرسالة ولا عكس. يعني ما دامت اتختمت النبوة، لأنه ما النبي أعم، لأنه كل رسول نبي وليس العكس. فإذا أغلق باب النبوة يبقى ما فيش رسل، لكن لو أغلق باب الرسالة يبقى لسه في أنبياء، لأنه قد يكون نبي غير رسول، مش كده؟ إنما ما فيش رسول مش نبي، فهمت كده؟ فشوف دقة القرآن وبلاغته، والخاتم النبيين. وذلك حتى في حديث البخاري تجد حاجة عجيبة، لا تقوم الساعة حتى يظهر أو يخرج 30 دجالون كذابون، كلهم يزعم أنه رسول الله مش نبي الله. لأنه لو قال نبي حيصدم، يجي واحد عام من السوق يقول له يا رجل ده خاتم، يقول لا أخي أنا قلت لك رسول. إنما العام ما يعرفش حكاية الخصوص والعموم، فهو لو فهم أنه نبي عام حيروح إيه يضربه بالحذاء، يقول له ما خلاص ما زين ما فيش أنبياء كيف يكون في رسل؟ لأنه من شرطه ليكون رسولا أن يكون نبيا، وما فيش أنبياء يبقى من باب أولى ما فيش رسل، مش كده؟ يلا. فالباب الواسع هو باب النبوة، أنه عدد الأنبياء أكبر، والله اختار الرسل من الأنبياء مش العكس، مش الأنبياء من الرسل، الأنبياء اختار منهم رسل. تبقى إذن النبوة هي الإيه؟ هي الأعم، فيندرج فيها الإيه؟ الرسالة. وهذه إحدى طريقتين في التقسيم، وثانيهما وهي غير منافية للأولى أن اللازم ينقسم إلى لازم في الذهن والخارج معا. يعني ممكن تقسم كده تقول لازم بين وغير بين، والبين ينقسم إلى قسمين، بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى العام، دي طريقة. الطريقة الثانية تقول إيه؟ تقول اللازم ينقسم إلى لازم في الذهن والخارج معا كالشجاعة للأسد. يعني هل يتصور الذهن أنه أسد وما عندوش شجاعة، أو مثلا يعني ضعيف؟ ده أول ما تسمع في الذهن من غير ما تشوفه، يعني يلزم من تصور معناه ذهنا تتصور معه الشجاعة، وكذلك في الخارج. واضح ولا مش واضح؟ يبقى هنا ايه لزوم فين؟ فيهما معا في الذهن والخارج. وبعدين الى لازم في الذهن فقط، زي البصر للعمى، فاول ما الذهن يفهم كلمة بصر يعني معناها ايه ليس اعمى، ما يتفهموش الا مع بعض. انما في الخارج ما نلقاش غير حاجة واحدة، لانه هذا منافي لهذا، ما يجوش مع بعض، مش ميلزم انه كل واحد اعمى يبقى معناها ايه بصير او بصير، لا، هذا يلزم فين؟ في الذهن فقط. واللي يلزم في الذهن والخارج معا زي الشجاعة والايه والاسد. والى لازم في الخارج فقط كالسواد للغراب. يعني هذا اللي هو السواد للغراب، هذا لازم في ايه في الخارج فقط. يبقى اذا في الاثنين معا زي ايه الشجاعة والاسد، وفي الذهن فقط زي ايه العمى والبصر، وفي الخارج فقط زي السواد للغراب. فان الذهن ما يهموش، يقول لك زي اي لون. وما تقدم من اشتراط اللازم البين بالمعنى الاخص هو الراجح، هو الذي ذهب اليه المناطق ولا يعترفون بغيره، وذهب الفخر ككثير من المتاخرين إلى أنه يكفي اللازم البين بالمعنى الأعم كما تقدم. وذلك في حاجة خلاص الدرس خلص، في حاجة بيقولوها اللي إيه يقول لك إيه بعض الناس لما يجي مثلا إيه يتهم واحد مثلا بالتجسيم أو بالتشبيه، ما يلقاش إيه كلمة تصريح كده إنه هو بيقول على نفسه أنا مشبه أنا مجسم، يروح يعمل إيه؟ يقول لك أصل طالما يقول إن الله تعالى له يد وينتقل ويتحرك وله مكان وله، فيلزم من هذا أن يكون جسما، فيروح يقول هذا مجسم وهذا مشبه
ليه؟ مع أنه لم يذكر أو لم يصرح بذلك، ولكنه أخذ بلازم إيه؟ بلازم كلامه وليس بصريح الكلام. فهنا العلماء عملوا إيه؟ عملوا حل جميل جدا، قال لك لازم المذهب ليس بمذهب، يعني صحيح الكلام ده يلزم من إيه؟ من كلامه أنه مجسم، لأنه بيقول ده استواء حقيقي ويدان حقيقيتان وعينان وكذا خلاص. يعني مش ضرورة كلمة، زي أنت بتقول واحد بشنب مثلا تمام كده، ومثلا إيه ليه عضلات، وبعدين ليه شعر إيه في صدره وصوته خشن، يعني هل لازم تقول ده راجل؟ ما خلاص اتفهمت. يبقى يلزم من هذه الأوصاف أن يكون رجلا ما دامت له خلاص، وهو لم يصرح بأنه رجل لكنه يلزم ولا ما يلزمش؟ يبقى إذن قالوا طالما هو بيقول استواء ونزول وحركة وصعود فيلزم من هذا أنه يعتقد أن الله تعالى جسم. فقالوا له طب إيه رأيك؟ العلماء استقروا وافقوا وارتضوا أن لازم المذهب ليس بمذهب، قالوا بس إلا إذا كان لازما بينا بالمعنى الأخص. ده نعمل إيه في ذا؟ ما يقدرش. زي إيه؟ تصور الملزوم وحده يكفي بتصور لازمه، فده إذا كان اللازم بينا بالمعنى الأخص إذن فلازم المذهب مذهب، يعني ما فيش داعي يقول جسم ولا فيش داعي يقول مثلا خلاص، لأنه إذا كان اللزوم مبينا بالمعنى فكأنه صرح، بل عدم التصريح بيكون أحيانا أقوى من التصريح، أحيانا لسان الحال أقوى من لسان الايه المقال. لسان المقال ممكن نأول فيه، إنما لسان الحال، يعني مثلا واحد واقف على باب المسجد وما قالش لحد الدنيا حاجة أبدا، لكن عامل بتاع إيده كده وحاطط منديل ومادد إيده للناس، تقول له رجل عيب التسول، أقول لك هو أنا قلت لحد الدنيا حاجة؟ مش لسان حالك إيه؟ ده انت ايه رايك لو قلت؟ يمكن في ناس اجانب مش حيفهموا الكلام، او مثلا حيفهموها انك بتقول له اديني دعاء مثلا مش اديني مال، حيحملها على، انما بالطريقه دي خلاص علم يقينا انك رجل ايه متسول، وان لم ايه تنطق بالكلمه ولم تصرح بها. فاحيانا يعني الوضع ايه بيدي واضح كده ولا مش واضح؟ يبقى اذا اللازم متى يكون لازم المذهب مذهبا؟ إذا كان اللزوم بينا بالمعنى الأخص. بعض الناس يدندنوا حوالين الكلمة دي يفرح بي، يقول لك يا عمي دولة مش مجسمة، يقول له يا أخي ده كلامهم صريح، يقول لك ما فيش تصريح، يقول له ما هو يلزم، يقول لك خاصه ده لازم المذهب، يقول له بس حاسب هذه العبارة ليست على إطلاقها، أنه لازم المذهب ليس بمذهب، يقول له إلا إذا كان اللزوم بينا بالمعنى الأخص إذن فلازم المذهب يكون مذهبا. هو في حد مجسم قال أنا مجسم؟ ده بيه رأيك بلاش من كلمة مجسم. في حد كافر يقول أنا كافر؟ ده بالعكس، ده بيقول لك أنا المؤمن وانت الكافر، وما في الحال دي حنكفر كيف؟ ما حدش بيقول حرامي وممسوك بالحاجة يقول لك أنا مش حرامي ويحلف بالله أنه بريء، أمال يبقى كده حنعرف؟ لو كان كل واحد لازم يصرح على نفسه بأنه حرامي أو لص يبقى إذن ما فيش لصوص ولا حرامية أبدا، وإذا كان لابد من التصريح بكلمة تجسيم يبقى ما فيش واحد على الأرض مجسم، ما فيش حد يجرؤ انه ايه يصرح به بكلمه انه مجسم او مشبه، والا سيصادم النص الصريح. يبقى كيف سماهم العلماء مجسمه ومشبهه ولم يصرحوا بالتجسيم او التشبيه؟ لان هذا الذي يقولونه يلزم منه لزوما بينا بالمعنى الاخص انهم مشبهه ومجسمه. واذا بحثت في كتبهم او قرات في اقوالهم لا يبقى عندك ذرة شك أنهم مجسمة، وإذا لم يكن هؤلاء مجسمة فليس على ظهر الأرض مجسم واحد. فين طب إحنا كده بنرد على خيالات؟ فين أهل التشبيه وأهل التجسيم إن لم يكونوا هؤلاء؟
يبقى إذن خلاص واضح الكلام، لازم بين بالمعنى ليه الأخص. بس قلنا إيه من تمام الفائدة إنه المناطق اشترطوا إيه أن يكون فهو التزام إن بعقل التزم، يعني عاوز يقول لك لا بد أن يكون اللزوم إيه لزوما ذهنيا لزوما عقليا. أما في غير المنطق يكتفون باللازم في الخارج دون الذهن، لا يسمى في المنطق دلالة التزام اللي هو اللزوم في الخارج فقط دون الذهن. المناطق لا يعترفون بذلك، لكن أهل الأصول وأهل البلاغة بيوسعوا حتى تكثر الفوائد المستنبطة من الكتاب العزيز والسنة المشرفة. ولذلك لو اشترط اللزوم الذهني اللزوم في العقل كما اشترطه المناطقة لخرج كثير من معاني المجاز والكنايات أن تكون دلالة التزام. يعني إذن الفقه طبعا موسع في استنباطات في فوائد عظيمة جدا، فلم يشترطوا كما اشترط مين أهل المنطق أن يكون اللزوم إيه ذهنيا، بل اكتفوا بالإيه باللزوم في الخارج. ومن ذلك إيه من ذلك دلالة قوله تعالى في شأن حمل الإنسان ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته إيه كرها وحمله إيه وفصاله 30 شهرا. طيب لما ناخذ الآية دي الحمل والفصال كام 30 شهر، حيلزم منها مش هنا فيش لزوم عقلي هنا، لما ناخذها مع الآية الثانية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يلزم إيه لما نجيب الآيتين مع بعض حيطلع لك حاجة ثانية. لو خدنا بالمنطق مش هينفع الكلام كده، إنما وسعوها فنجيب الآية دي والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الحولين يعني كم 24 شهر، والآية حمله وفصاله 30 شهرا، يبقى خلاص كده حنخلي إيه الرضاعة كلها كاملة 24 شهر والحمل والفصال 30، يبقى معنى كده حنخرج يلزم أن تكون إيه أقل مدة الحمل 6 أشهر، ما 30 شهر طلعنا منها السنتين، يبقى إذن أقل مدة للحمل كام؟ طيب لكن هل هذا فهم بدلالة الالتزام الذهني ولا بضم أو بمجموع الآيتين إلى بعضهما؟ ولذلك هنا عندك مثلا علماء الأحناف بيقولوا وحمله وفصاله، طبعا هم الجمهور بيقول لك أقل مدة الحمل كام؟ 6 شهور، لأنه كده حيرضع 2 سنين، يبقى ما بقيش غير إيه 6 أشهر اللي فيها الإيه الحمل. فقالوا لا ده حمله وفصاله حتى يجوزوا انه الرضاعة تستمر ايه اكتر من 2 سنين، يعني 2.5 سنين او 3 سنين. طب فين الحمل؟ قال لك لا ليس المراد بحمله يعني في البطن، يعني حمله على الايدي مش لما يجي يرضع يبقى خلوا الكل ايه 30 شهر ده كلهم للايه للرضاعة. أمال حمله حتودوه؟ قال لك هو لما بيرضع مش بيحمل على الأيدي ولا بتحطوه في الأرض كده، يبقى حمله يعني ليس المراد يعني بالبطن. ولا أشوف فكثرة الفوائد المستنبطة من كتاب الله، وهذه ليست دلالة التزام عند المناطقة، إنما تعتبر دلالة التزام عند مين؟ عند الأصوليين والبلاغيين. أما عند المناطق يشترط أن يكون اللزوم إيه لزوما ذهنيا. فحنقف عند إيه فصل في مباحث الألفاظ، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافل. اللهم صل أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك لما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك لما ذكرك الذاكرون.